خلينا نرجع للتكريمات اللي حصلت في احتفاليه يوم المراه المصريه. ودلوقتي اتشرف ان يكون معايا على التليفون احدى علامات الاعلام المصري الاعلاميه الكبيره فايدة الزمر. اهلا بحضرتك، وكنت احدى المكرمات في هذه الاحتفاليه. الف الف مبروك التكريم، وكل سنه وحضرتك بخير. كتر خيرك اولا، وفي نفس الوقت مساء الخير، وكل سنه وانتم طيبين، واهلا للاهلي واحنا خدنا الكاس. كل الحاجات الحلوه جايه ورا بعضها. مبروك لكل الجماهير الاهلاويه. طبعا الماتش يعني كمان دلوقتي النتيجه بقت 2-0 بعد ما ابتدينا في جون كمان للاهلي، فببارك لحضرتك بكل تاكيد. وانا الحمد لله كنت من المكرمات السنه دي، وطبعا عن مسيره طويله جدا في الاعلام بداتها سنه 72 ولغايه ما خرجت معاش، وانا مذيعه في التلفزيون، وبعدين مذيعه في الراديو، وبعدين كنت عضو مجلس نواب. فتنوعت بقى اجتماعيا وسياسيا في التدرج اللي انت ممكن تشوفيه في الواقع. حضرتك شايفة ازاي من خلال هذه المسيرة الإعلامية الكبيرة ما شاء الله التحديات اللي بتشوفها البنات والستات على مر السنين، وازاي الستات قدرت انها تتغلب على ده بشكل كبير، والمجتمع الى اي مدى بيساعد السيدات انها تتغلب على ده وتحل المشاكل اللي هي بتقابلها؟ اولا الست في مصر وفي العالم كله ست قوية، ست بتاخد كل دور ولازم تنجح فيه، تنجح في انها زوجة، تنجح في ان هي موظفة على مستوى عالي، تنجح على انها بتزرع وفلاحة، تقدر يعني في كل التطورات. هي شايلة، هي بهية، يعني هي الـ القوة كلها فيها، الصمود، الصبر. وبعدين لقت نفسها لما القيادة السياسية كانت واثقة فيها 1000%، وبدأت تدعمها جامد، فقوتها بانت. دعم القيادة السياسية في مسيرة تمكين السيدات المصريات، حضرتك بتشوفي ده ازاي فرق على أرض الواقع؟ طبعا 25% من النائبات موجودين في المجلس. يعني تقدري تشوفي عمر ما كان، دي كانت واحدة أو اتنين صحيح بالكتير، فالنهارده 25 واحدة نائبة، لا طبعا حاجة كبيرة جدا جدا جدا. حضرتك لسه شايفة انه في مجالات معينة المرأة مش قادرة انها تكون موجودة فيها بشكل كبير، رغم مثلا ان ممكن يكون عندها قدرات قوية على التواجد فيها؟ لا، انا شايفة ان المرأة تمكنت يعني كانت في السنوات الأخيرة كانت عايزة تكون قضية وبقت قضية. فعايزة تكون دبلوماسية فهي دبلوماسية، عايزة تكون حرة ودكتورة ومهندسة، لا لا في كل المجالات. عايزة تكون أم في البيت. يعني ظروف كل واحدة فينا إيه؟ عايزة كمان حضرتك يعني تقولي نصايح للإعلاميات اللي لسه بيبتدوا المسيرة بعد المسيرة الكبيرة دي. حضرتك شايفة المجال الإعلامي والمنافسة القوية اللي موجودة فيه، تقولي إيه للي لسه بيبتدي هذا المجال؟ طبعا الحكمة في البداية صعب جدا، لأنه الكاميرات ليها رهبة، المفهوم الإعلامي نفسه، الاهتمام بالكلمة، الاهتمام بالمظهر، الاهتمام بكل شيء بيخص المجتمع عشان نعمل ارتقاء في مستوى الجمهور. يعني لأنه احنا كنا فينا جزء كتير جدا برامجه كانت بتاخد بإيد الشباب وتفهمهم حاجات كتيرة جدا، فيبقى إذا دي مسؤولية ملقاة على كاهلنا، يعني لازم نبقى هو احنا بنقف ونتحدى الظروف كلها اللي بتقابلنا. ولما تتحدي الظروف وعارفة الهدف بتاعك ايه بتنتقلي من نقطة لنقطة، فتلاقي نفسك في الآخر وصلت للمسيرة، وحد قدرك، وحد يعني آمن بموهبتك، فالحمد لله. لحظات التكريم تمثل لك ايه؟ يعني يمكن اكيد لحظات بتكون لازم هتفتكريها وهتفتكري خلالها كل المسيرة الكبيرة بتاعت حضرتك. بلحظات التكريم في يوم المرأة المصرية كان شعورك ايه؟ ك
كان شعوري أول ما اتقال اسم فريدة زمر وأنا قايمة من الكرسي طالعة والصالة كلها بتسقف. لو شفتي الفيديو أكيد هتحسي، يعني أنا طالعة على السلم وحسيت إنه مدام انتصار واقفة كأن الدنيا أنا طالعة وهي بتحتضن، لأن هي كانت عاملة إيديها كده يعني أهلا بإيديها الاثنين. ألف ألف مبروك التكريم، وتكريم مستحق طبعا. يعني أحد أكبر الأيقونات الإعلامية المصرية أستاذة فريدة زمر، أنا بتشرف أن حضرتك موجودة معنا النهاردة، وكل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم، والأهلي كمان أخذ الكاس، فيعني أنا مبسوطة أن حضرتك كنت معنا النهاردة. أوي 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 كنت مبسوطة أوي، وأنا كمان لما أنا كنت طايرة كده في السماء متهيألي وقت ما تقالي أنك أنت هتاخدي تكريم، والنهاردة بقى كمان الأهلي زود وأكد إن الأيام حلوة وأيامنا بكرة جميلة، وإن شاء الله كل حاجة هتتحل والبلد اقتصاديا هتعبر، فإن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الإعلامية الكبيرة فريدة زمر، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهاردة في التاسعة.